أوستياسينا. اسمي الأوستياسين، أسكن في أربيل لكنني أصلاً من كركوك. أعمل في صناعة وبيع الحلويات منذ عام 1981، أي منذ ما يقارب 39 أو 40 عاماً، وما زلت مستمراً. بدأت في العمل كما قلت في عام 81 في هذه المهنة، وكنت في وقتها صغيراً. تعلمت المهنة في عام 87، أي تحولت إلى أسطى، ولكن ليس لكل أنواع الحلويات. تطلب مني الأمر من 8 إلى 10 أعوام لأتعلم كل خبايا الصنعة. نبدأ العمل في الساعة الواحدة بعد الظهر، ونجهز كل شيء ونعده للبيع حتى فترة العصر. والله أمس سوار زوري. نبيع هذه الأنواع التي تراها. هذه النوعية تسمى داتلي، وهذه بامية أو بلح الشام، ولهذه تسميات كثيرة تسمى لقمة القاضي مثلا أو الدعبول. لكل محافظة تسمية خاصة لهذا النوع من الحلويات. هذه تسمى زلابية، ولدينا أنواع أخرى كثيرة. البضاعة نعدها يوميا ونجهزها للبيع. أهالي كل محافظة يحبون نوعية معينة. أهل أربيل يحبون هذه النوعية التي تسمى بامية أو بلح الشام. هذه النوعية تنتهي بسرعة، وأحياناً يكون الطلب عليها سريعاً جداً بطريقة لا نستطيع إيفاء كل الطلبات. والسبب في الطلب على هذه النوعية أن القطر أو الشيرة التي فيها تكون أقل. أما العرب فيحبون زلابية، والداتلي يحبها أهل القرى بشكل عام. هذه هي الزلابية. تعد العجينة من الدقيق والماء والنشا، وتعجن يدوياً، ويجب أن نرتدي الكفوف أثناء إعدادها. وبعد العجن توضع فترة معينة لترتاح، ثم نبدأ بوضعها في الدهن الحار، بعدها في الشيرة، وتكون جاهزة للبيع. نبيع في اليوم من 18 إلى 25 كيلو، ونصنع البضاعة بشكل يومي. وهذا نسميه داتلي. العجينة تعد من الدقيق والماء والخميرة والحليب. هذه النوعية ونوعية البامية والمعكرونة تقلى في الدهن الحار. في هذا العام لم أحضر نوعية المعكرونة، وبشكل عام كما قلت هذه الأنواع تحتاج إلى قلي. القلي يأخذ وقتا قليلا وبحسب وهج النار المعدة لهذا الأمر. نستطيع أن نستعجل في قليها، لكن الأفضل أن نتريث لكي تقلى بشكل مضبوط ولا تبقى أجزاء منها نيئة، وإلا من الممكن أن نقلي من 9 إلى 10 خلال دقائق. هذه النوعية تحتاج إلى وقت أقل للقلي، لكن بلح الشام يحتاج لعشرين دقيقة لأن الكمية أكثر وحجمها أصغر، حيث نضع ما لا يقل عن 400 قطعة في داخل الدهن الحار. الداتلي عليه طلبات كثيرة، ولدينا زبائن يشترون فقط من هذه النوعية، ولا نضعها في داخل الشيرة، نضعها في هذه الصينية، وبعد أن تبرد نسكب عليها الشيرة، والاختلاف هنا البقية تكون مغطاة بالقطر من الداخل والخارج، أما هذه تغطى من الخارج فقط، وهناك من لا يحبها بالقطر. بعد أن تتشرب هذه النوعية بالقطر نخرجها منه.
أمش شيري بامية. هذا بلح الشام، كما قلت حلاوتها أقل وعليها إقبال كبير جدا من قبل سكنة أربيل، حيث وزنها خفيف وحلاوتها أقل. بعد أن يقطع بلح الشام بهذا الجهاز، نضعها فورا في الدهن الحار وعلى نار طبيعية، لأنها يجب أن تقلى بهدوء. نضعه بعد ذلك في داخل القطر لتسكب في هذا المصفى وتتصفى من الشيرة الزائدة وتكون جاهزة للبيع. منذ عام 1988 أصبحوا ينادونني بالأسطالي أنني تعلمت أصول المهنة بالكامل. أفتخر جدا بعملي، وأتمنى أن يعمل الجميع في مشاريع خاصة دون الاعتماد على الرواتب الحكومية. أنا شخصيا عملت دوما عملي الحر، وأتمنى أن نرى سوقا تعج بالأعمال الحرة.